بدون ترجمة مرحبا بكم. فيديو ليدي توليدو هي عمترة القناة. توليدو هي عرض أزياء ذات حجم زائد من المكتبة المحترفة. محتوى رقمي مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت ليدي توليدو في يوم السبت 14 سبتمبر 1991 في كوبا. تبلغ من العمر 30 سنة اعتبارا من عام 2020. الذين ولدوا في 14 سبتمبر يكونون تحت علامة برج العقرب. كما لم المشاريع من جميل الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية. في أغسطس 2013 أتقنتها على اليوتيوب والفيديو الافتتاحي بعنوان تصميم المشاهير. وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت الجميلة أن تبني شهرتها واكتسبت قاعدة جماهيرية لا يستهان بها. الكوبية لها أزيد من 78,000 متابع على منصة الانستغرام. تصافي ثروات الحسنة الكوبية سنة 2021 ما بين 100,000 و300,000 دولار أمريكي. مصادر ربحها هي النماذج والإعلانات التجارية. جميلة في الطول 166 سنتيمتر. جسمها 64 كيلوغرام. صدرها 85 سنتيمتر. فصلها 75 سنتيمتر. أما حجم الورق 109 سنتيمتر. لها شعر بني جميل وعينان بنيتين. هذه الاجتماعية عازبة الجنسية كورية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد من القادم وشكرا.